الجيش السوداني يعلن مداهمة قوات الدعم السريع مقر الملحقية العسكرية السعودية في الخرطوم وتمركزها فيه، والحادثة تتزامن مع بدء المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم. بيان أصدره الجيش مساء الجمعة أعلن من خلاله إقدام قوات الدعم السريع على التمركز في الملحقية العسكرية للسفارة السعودية في العاصمة، ووصفها بالميليشيا المتمردة. هذا التصرف بحسب بيان الجيش جاء في سياق تواصل تعديات قوات الدعم السريع على البعثات الدبلوماسية في البلاد، إذ أنها تمكنت من التمركز بقوة على متن 17 عربة مسلحة. وأضاف البيان أن سفارة جمهورية تشاد أبلغت بمحاولة عناصر من الدعم السريع سرقة السيارة الرسمية للسفير، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، واتهم قوات الدعم السريع بالاستمرار في خرق الهدنة. وفي السياق تطرق بيان الجيش السوداني إلى هجوم هذه القوات على سلاح الإشارة وإلى تصدي الجيش لها وتكبيدها خسائر كبيرة، واستنكر مواصلتها القصف العشوائي على بعض المناطق بما فيها السكنية. كل ذلك يأتي بالتزامن مع وصول وفدين يمثلان قوة الجيش وقوة الدعم إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء مفاوضات بشأن أوضاعهم الداخلية كاستجابة لمبادرة سعودية أمريكية. وفي وقت سابق من مساء الجمعة غادر وفد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينة جدة بثلاث ضباط من الطرف الأول ومثلهم من الطرف الثاني لبدء المفاوضات بينهما اليوم السبت. انطلاق المحادثات في جدة يأتي استجابة لمبادرة أمريكية سعودية تسعى إلى حل الصراع في السودان الذي لم تتمكن الهدنة من إنهائها أو السيطرة عليه، وقد عقب عليها قائد قوات الدعم حميدتي بالقول: نشيد بالجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية. لكن قوات الدعم لم تصدر أي رد على ما جاء في بيان الجيش السوداني حول تعديها على الدبلوماسيات في البلاد وتحديداً على القنصلية العسكرية للسفارة السعودية في الخرطوم. يذكر أنه في 15 من إبريل الماضي اندلع الصراع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في العاصمة السودانية الخرطوم، وقد بادرت المملكة على إثرها إلى إجلاء رعايا دول عربية وغير عربية من السودان إلى جدة.